السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الطيب يحييكم من معبد الرامسيوم. النهاردة أنا عايز أشارك حضراتكم حاجة مهمة، وألا وهي معركة قادش في معبد الرامسيوم. عارفين طبعا معركة قادش تم تسجيلها في 6 معابد مختلفة، طبعا رمسيس الثاني ضد الحيثيين، والحيثيين دول أخواننا الأتراك، والموقع المعركة كان في سوريا، فالحيثيين ما كانوش سوريين، كانوا أتراك. فصراع المصري التركي، والمكان اللي بيتصارعوا عليه اللي هو قلعة قادش. طبعا أهمية قلعة قادش اللي هي بتقع في طريق التجارة العالمي القديم اللي هو تجارة الحرير، وزمان زي ما احنا عارفين المراسلات بتاعت تل عمرنا في عصر الأسرة 18 كانت بتيجي بالخط المسماري، لأن هي كانت اللغة الرسمية في هذه المنطقة، فكانت لغة دولية زي الإنجليزي. المكتبات الرسمية والدبلوماسية كانت بالخط المسماري اللي هو بتاع المنطقة اللي هناك، أهميتها الكبرى اقتصاديا وتجاريا بين البلاد وبعضها. المهم معركة قادش سجلت في 6 معابد، عندنا هو معبد الرامسيوم ومعبد الكرنك ومعبد أبو سمبل كده 4 و2 في أبيدوس اللي هو معبد سيتي الأول في الفناء الأول على يدك الشمال، وعندك في معبد رمسيس الثاني اللي هو يقع 300 متر غرب المعبد الأساسي بتاع سيتي. يبقى في معبدين في أبيدوس، وهنا الرامسيوم كده 3، معبد لوكسور 4، معبد الكرنك 5، ومعبد أبو سمبل. وطبعا المعركة في تفاصيل، فيها تفاصيل كتيرة. رمسيس رجع قال لك أنا انتصرت الحيثيين طبعا في منطقة اسمها ديار بكر، كان الفريق ده لعب فيه أيمن عبد العزيز بتاع الزمالك زمان، لو حد يفتكر المتابع الدوري التركي والانتقالات اللعيبة المصريين، ده في الحدود الغربية لتركيا، يعني ما قريبة من الحدود السورية، في المكان ده يعني بالقرب من قلعة قادش اللي هي في موقعها في سوريا. اتلقى طبق من الفضة عليه قصة 2 أسرى اللي مسكهم رمسيس وضربهم واعترفوا وقال لك احنا هاربين والحالة بتاعت البلد وحشة. الأتراك بيقولوا احنا خدعنا رمسيس، وعارفين طبعا القصة اللي بنحكي تفاصيل معركة قادش في فيديوهات أخرى، وفي ناس كتير طبعا عارفة التفاصيل دي. لكن الخلاصة ان هو الإيجيبتولوجيست علماء المصريات بيقولوا ان هي كانت حالة تعادل، ولذلك لجأوا الى ما يعرف بمعاهدة السلام. معاهدة السلام سجلت في 3 معابد من 6، يعني عندنا المعركة سجلت في 6 معابد اللي انا ذكرتهم، اما المعاهدة نفسها ذكرت في 3 معابد. في معبد الكرنك في صالة الأعمدة الكبرى مناظر رمسيس الثاني على اليمين الباب، بعد كده بعد ما تطلع من الباب بتاع صالة الأعمدة الكبرى اللي بيتجه جنوبا ناحية أسوان يعني على اليمين، تكسر ايدك شمال، بعد تمشي 3 4 خطوات على ايدك الشمال اللي هو نص المعاهدة السلام بتاع قادش موجود هناك. في ابو سمبل معروف المعاهدة هناك في ابو سمبل. والمكان الثالث اللي في المعابد توجد في معبد الرامسيوم، وده مناسبة الفيديو، ولكن للأسف توجد منها أجزاء صغيرة. المعاهدة نص المعاهدة اللي هو مفروض كبير اللي بيشوفه في الكرنك واللي بيشوف اللوحة برضه المنحوتة اللي هي خارج المعبد في أبو سمبل، نلقى اللي هو نص معاهدة السلام اللي في العام 22 بين خاتوشيل ورمسيس، واللي نتج عنه زواج رمسيس من أميرات تركيات، وده المعاهدة. أدي أجزاء من نص المعاهدة، الحتة دي بس اللي في الكورنر أجزاء من 3 سطور، وأدي جزء، وفي لقب رمسيس الثاني، وطبعا دي زي ما كانت إيه زي بازلز وتم تجميعها. طبعا النص معروف مكرر، فهو الراجل كريستيان لوبلا نجح إن يلقى أجزاء من نص المعاهدة اللي مفروض مكانها حطه هنا، أو اقترح إنه يكون هنا لأن في أجزاء من النص موجودة، فكمل تكمل. طبعا ده هي الدراسة مش احتباطا يعني إن اختار الموقع بتاعها. كده عرفنا احنا معاهدة السلام فين في الرامسيوم. شايفين التمثال الكبير الواقع ده اللي هو الـ1000 طن، وجنبيه مع تمثال أمه موجود هنا، أم رمسيس ده من غير راس لسه في بستريشن، وآدي البايلون تمام اهو، وادي القصر الملكي. شايفين الحته بتاعت القصر الملكي، بقايا القصر الملكي،
بعد التمثال الكبير، القاعدة بتاعت التمثال الكبير والتمثال أمه، عادي إحنا رايحين بالكاميرا لموقع معاهدة السلام في قادش. الكلام ده يجي حد يقول اصلا ده مزودها ما حدش بيسال، لا، في ايجيبتولوجيست وناس كتير اللي بيشتغل فايلات، الفايلات الدارسين والناس السكولر بيدور على المكان، في ناس كتير ما تعرفش حتى منهم هم بيدور. فانت كمرشد تبقى حاجه كويسه انك انت تعرفه مكانها او يعرف مكانها، او من العيب ان هو يجي معاك يكون عارف مكانها وانت مش عارف مكان نص المعاهده. شكرا محمود الطيب.